كما كنتوا تشوفوا اليوم بحمد الله وحفظه حين يوم العالمي لحريه الصحافه كان يعني اقبال كبير من طرف الطلبه طلبات كليه الاعلام والاتصال هنا بابن عكنون. حضر معنا قامه من قامات الاعلام الاستاذ جلال شنضلي، كذلك حضر معنا رئيس مجمع الشروق، حضروا معنا عده صحفيين. كان يعني كان الملتقى كان جد ايجابي، دينا منه العديد من الافكار، كذلك اللقاء تاعنا كان يعني ما كانش فقط لقاء، كان يعني كذلك ندوه، يعني فتحنا باب الاسئله، باب النقاش مع قامات الاعلام.